اهلا بيكم. سمعنا كتير عن لعيبه اتوفت في الملعب نتيجه بلع اللسان، وشفنا القصه دي كتير، محمد عبد الوهاب الله يرحمه وغيره وغيره من اللعيبه في مصر وفي افريقيا وفي اوروبا. وشفنا كتير اثناء المباريات دي محاولات زمايلهم ان هم ينقذوهم بطريقه او باخرى. بس للأسف كتير من المحاولات دي كانت بتبوء بالفشل وكانت بتحصل الوفاة. طب ليه؟ لأنه في الأغلب إحنا مش فاهمين يعني إيه بلع لسان. ناس كتير مننا بتعتقد إنه اللسان بيتفك ويروح ملفوف وساقط يسد مجرى الهواء، لكن فعليا القصة مش كده خالص. القصة عشان نفهمها كويس لازم نبقى فاهمين طبيعة مجرى الهواء بتاعنا، وان الهواء لما بيخش جوه الجسم بتاعنا عشان يوصل للرئتين بيعدي من الانف او من الفم، وبعدين ينزل على البلعوم وبعدين على القصبة الهوائية وينزل بعد كده يدخل للرئتين. طب ايه علاقة اللسان بالقصة دي؟ اللسان زيه زي اي عضلة، زي اي عضلة عندنا في الجسم، بيحصل ليها ارتخاء لما الواحد يخش في غيبوبة. يعني ايه؟ يعني اي واحد بيخش في غيبوبة او اغماء عميقة كل عضلات الجسم بتاعته بترتخي بما فيها عضلة اللسان. طب ايه اللي هيحصل يعني؟ تعالوا مع بعض نبص على الفيديو ده عشان نفهمها بالتفصيل. وزي ما احنا شايفين انه اللسان عبارة عن عضلة، لما الجسم بيرتخي اثناء الغيبوبة عضلة اللسان بترتخي، فقاعدة اللسان هي اللي بتنزل تسد مجرى الهواء فتمنع دخول الهواء تماما، وهنا يحصل الاختناق. وهنا المشكلة انه اللسان هو اللي سد مجرى الهواء في حالة ارتخائه. السؤال نتصرف ازاي او ازاي نعيد فتح مجرى الهواء؟ هل بنمد ايدينا نشد اللسان، ولا بنرفع دماغه لفوق، ولا نميله على الجنب، ولا نتصرف ازاي؟ خلي بالك فكرة انك تميله على الجنب ولا ترفع دماغه او تبدأ تهز دماغه فكرة خطيرة، لانه في الاصل هو فقد وعيه لانه اتخبط خبطة جامدة في دماغه. فاوعى تحاول تحرك الدماغ او تحرك الرقبة او العمود الفقري حركة عنيفة، لان ده ممكن يضره ما يفيدوش. امال هنتصرف ازاي؟ تعالوا نتفرج تاني على نفس الفيديو بس نكمله ونشوف اللسان ممكن يترفع ازاي. مجرى الهواء المقفول بقاعدة اللسان نقدر نفتحه بان احنا نحرك الراس بالطريقة دي، ساعتها قاعدة اللسان هتتشد لفوق، مجرى الهواء هيتفتح والهواء يخش ببساطة وما يحصلش الاختناق. طيب نرفع الراس بشكل مظبوط ازاي؟ الطريقة بسيطة جدا، وحركة ياريت نتعلمها ونعلمها لكل الناس اللي حوالينا. الحركة بمنتهى البساطة، ايد على الجبهة وايد على الدقن، هزق الجبهة وارفع الدقن. خلي بالك الحركة دي لازم تحفظها وتحفظها لغيرك، مش بس عشان اللعيبة اللي بتلعب كورة ولا بتمارس اي رياضة وممكن تتصاب اصابة مباشرة في الدماغ فتفقد الوعي فتبلع لسانها، لا ده مش بس عشان دول، لكن كمان اي عيان تشوفه فاقد الوعي، اي شخص بيفقد الوعي يغمى عليه في الشارع او يبقى في غيبوبة، او حتى المشهد اللي متكرر اللي ساعات كتير بنشوفه، واحد سنه كبير وهو في غيبوبة عميقة في البيت وقاعد وعياله قاعدين حواليه وبيصدر أصوات يقول لك ده بحشرجة الموت، بيحشرج بيطلع منه صوت ناتج عن إنه مجرى الهواء مسدود. فعليا الراجل ده للأسف الشديد بيبقى بيتخنق لأنه لسانه عشان هو في حالة غيبوبة بيسد مجرى الهواء. كل المطلوب منك حضرتك ساعتها إنك تفتح ليه مجرى الهواء بنفس الطريقة بالظبط. افتكر دايما إنه بالحركة البسيطة اللي اتعلمناها النهاردة ممكن تبقى سبب في إنقاذ حياة بني آدم، وممكن يكتب لك ثواب كبير قوي 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 إنك أنت أحييت بني آدم تاني وساعدته إنه يعيش مع حبايبه وأسرته وللناس اللي هم عايزينه. ربنا بيقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، خليك منهم، خليك من الناس اللي ممكن تساعد في إنها تحيي بني آدم. شاير الفيديو ده لكل الناس اللي تعرفهم، كل الناس اللي ممكن يستفيدوا ويتعلموا. وما تنساش كمان اعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب على القناة بتاعتنا، وتابعوا حلقاتنا باستمرار. في العضل هدفه انه يفيدك ما يضايقكش ولا يوجعك، ودمتم بخير.